هو ليه النادي زحمه كده؟ ايه العربيات دي؟ تعال خش عليا خش. ايه لا ايه العربيات الكبيره دي؟ تعال كده ايه خش ارجع ظهرك بقى. تعال خش خش تعال. هو في ايه النهارده يا عم صالح؟ ابدا يا ست نيلي، اصل التلفزيون جاي يصور مع الست شيسي. ليه يعني ان شاء الله؟ يعني ايه ليه يعني يا نيلي؟ انت عندك اي فكره كميه التشاريتيز اللي هي بتعملها؟ انت هاف اني ايديا اصلا عندها كام فولور على انستغرام؟ سو ايه الحب الفجأة اللي طلع منك لجيسي ده؟ مش حب ولا حاجة، I'm just saying because you're asking, that's all. طب اخرسي بقى دلوقتي. تعالي يا ست هان، تعالي. عارفة يا ست نيلي، الست جيسي دي ربنا هيكرمها ويحسن إليها زي ما بتقف مع الناس الغلابة اللي زينا. أي أيوة والله يا رب أشوفك يا ست نيلي حاجة كبيرة زيها. تعالي تعالي. أهلا، ازيك يا جيسي؟ بصي شكلها عاملة ازاي؟ Yes, she looks gorgeous. هتضربي بالقلم على فكرة. خلاص انتي متعصبة قوي كده يا نيلي، تعالي نمشي. Let's go. نمشي؟ Yes. لا طبعا مش هنمشي. Watch and learn. Hi Jesse. Hi. Hi. Good luck حبيبتي. I'm so happy for you. بس كنت عايزة أقول لك حاجة. تقريبا الدرس اللي انتي لابساه متخنك شوية، عاملك جناب كده زي كيم كارداشيان بس على وحش. Take care. You are so jealous. It fits me like gloves. يلا يسو. يلا جماعة stand by and action. أهلا بيكم سيداتي سادتي في حلقة جديدة من برنامج بنات. تعالي نقعد هنا يسو، في شوية شمس. Stop. يا أستاذة. يا أستاذة. معلش احنا بنصور هنا حضرتك. على فكرة أنا بقعد هنا كل يوم. وthank God إن أنا سايباكوا أصلا تصوروا في النادي بتاعنا. عشان بس هي صاحبتي and I love her. احنا آسفين يا أستاذة. ممكن تخش كده بالكرسي شويه؟ اوكي. يلا يا جماعه ستاند باي اند اكشن. ومعنا النهارده الانسه جيسي، نحب نعرف منك يا جيسي تفاصيل حمله الالف بطانيه اللي انت عملتيها. والله انا في الفتره الاخيره يعني ابتديت الاحظ كده ان يعني مفيش اعمال فرديه عن فعل. يا استاذه يا أستاذة أنا مش عارف أصور. على فكرة أنا كمان مش عارفة أتصور. ما تصورش يعني؟ معلش يا أستاذ ممكن نعيد من الأول؟ ستاند باي أكشن. والله أنا مش شايفة اللي أنا عملته ده حاجة فظيعة يعني. يعني أنا شايفة إن ده الطبيعي، إن المفروض الغني يساعد الفقير، إن أي حد نبيل عايز الكوفي بتاعي. ستوب. لو سمحت يا أستاذة إحنا بنصور وبنسجل صوت. سوري هو انا صوتي طالع معاكوا؟ انا قاعده ورا. يلا يا جماعه انت معلش ثانيه واحده. نبيل هات لي الكوفي بتاعي بليز بسرعه، وما تعديش من هنا، عدي من ورا من عند سو عشان هي بتصور حرام. كملوا كملوا يلا اند اكشن. تحب تقولي ايه لبنات جيلك؟ والله احب اقول يعني لكل البنات اللي في جيلي ان هو لازم يكون في حياتهم وقت للخير، يعني دي حاجة ضرورية. مش منكسي وحشتيني. ستوب. بعد إذنك ممكن نصور في مكان تاني عشان كده أوفر جدا. يلا يا جماعة. أوكي. إيه ده إيه ده، أنتوا رايحين فين يا جماعة؟ I'm almost done. طب قولوا لي رايحين تصوروا فين عشان أجي معاكوا. تعالي يا سو تعالي. صباح الخير. صباح النور. انا بحب الخير قوي عشان الولاد تحبني.